غتقولوا لي يا كان كيتعاون مع حماس. صحيح كان كيتعاون مع حماس، عرفت انا عندي معلومات انه كان كيتعاون مع حماس وكي كيساعدهم مختلف ما يستطيع، ولكن شوفوا شنو. وديك الساعه وحماسيه بدا شنو بدات، بدات كحركه سلميه بحالنا حنا، بحالنا حنا بداو، وبدات كحركه سياسيه ودارت حزب، وملي جات الانتخابات نجحت، وملي نجحت تضربات هذيك المنطقه وديك التجربه كلها هي، فهمتيني ولا لا؟ بقات كتحاول كتحاول، وصلنا اللي قال له رضيت بالهم رضا بيا، وصلنا مع هاد الاسرائيليين، يعني هاد الناس اللي كيسيروا دوله اسرائيل، ماشي مع عموم اليهود ديال العالم، حيت عموم اليهود ديال العالم كان فيهم اللي ضد حتى هاد الدوله هذه بطبيعه الحال، كلكم كتعرفوا هاد الشيء. يعني وصلنا معهم لهاد الدرجه هذه اللي ولاو ما بقاوش كيديوها فينا كاع. احنا امه قوامها مليار ونص ديال الناس، وأمة عربية داخلها قوامها 4 ولا 5 مليون، 400 ولا 500 مليون ديال الناس، فهمتيني ولا لا؟ وهاد الناس هادو يستفزوننا، يعني يعتدون على مقدساتنا، يعني معيشين هذاك الشعب الفلسطيني في العذاب، في العذاب. غزة غزة محاصرة، كل شيء كيدخل يعني بواحد كتعرفوا اليهود المن ديالهم وداك الشيء والقياس وكذا الى اخره، فاولا جات هذه ما كتجي هذه الى اخره. ولكن هذوك اللي في الداخل، فهمتيني ولا لا؟ لا اللي في ديال 48 ولا الاخرين، راه الله سبحانه وتعالى اللي عالم بهم كيفاش كيعيشوا. خصكم تعرفوهم اللي تيمشيو يخدموا عند اليهود، تيمشيو يبنيو لهم المستوطنات، ولكن باش يخرجوا من ديورهم ويوصلوا للخدمه واحد 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 الصراط كيدوزوا، كيفاش كيدوزوا من ذاك المعابر. في الحقيقه انا لا اخفيكم، انا ما كنقدرش نتخيل كيفاش تعيشوا، داكشي اللي كاين داكشي لا يتخيل. ولكن وصلوا هاد اليهود ولاو مشاو لينا المسجد الاقصى، فهمتيني ولا لا؟ وبغاو يديوه، راه كانوا على واش كيديوه. بداو كيجيو في الصباح ويجيو في العشيه ويديروا المسائل ديالهم، وبداو كيضيقوا على المسلمين باش يجيو يصليو، وغاديين باش يديوه. داكشي اللي بقيت كنشوف انه في الاخر غادي يديوه، كيجيو بالالاف، فهمتيني ولا؟ وبداو وكيعتديو على الناس، كيعتديو على المواطنين، كيعتديو على الناس الكبار، كيطيحوهم وتيسحلوهم في الارض وتيقتلو، قتل قتل قتل. وملي كيقتلو كيهنيوهم الاخرين، كيغنيوهم، وجابوا حكومه متطرفه تيقول لك حنا عندنا داعش. هما هذوك اكثر من داعش، ولكن هذوك عطاوهم السلطه في دوله مسانده، فهمتيني ولا؟ وجابوا هذاك المجرم ديال نطاني، وهذاك مجرم ماشي بالمقاييس ديالنا، المقاييس ديالهم، حيت السجن وراءه راه كينتظروا السجن ان شاء الله يدخل له ولا يبتليه الله بما هو اكثر. وجابوا هذاك من غفير اكثر من اللي تيسمع شي فلسطيني، وبداو كيستفزوا المسلمين، وصلوا للاعراض. كاينه اخبار على انهم تيعريوا الفلسطينيات تيمشيوهم قدام الناس عريانين ويسخرون منهم، واخا هاد القضيه ما عرفتوش انتم سمعتيوها ولا لا، ولكن لا كاينه بطبيعه الحال، كاينه في الاخبار. ولكن على الاقل بعدا وقعت الجوج ديال الفلسطينيين، هما كيعرفوا بلي الانسان العربي، الانسان المسلم بصفه عامه والانسان العربي بصفه خاصه، لا يغار على شيء كما يغار على عرضه. وهذا الشيء كله حنا وعباس اش كيدير؟ عباس كيقبط الفلسطينيين ويسلمهم لهم ولا كيقتلهم. عقلتي على هذاك اللي قتلوه الحرس ديالو غير بالعصا، بقاو كيضربوا حتى مات. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.